عادي ايه يا عم؟ ما كل شركات الانتاج فاتحه في المهندسين. يا ابني انا ما عنديش مشكله مع المهندسين، بالعكس، بس يعني زحمه قوي قوي. يعني مثلا لو هتركن، هتركن فين قول لي؟ يا ابني هو انا لو مدير شركه انتاج مش هلاقي مكان اركن فيه؟ انا ارمي المفتاح في وش اي زي سيركن لي هو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده ما انت واضع لله رفعة. احنا ليه بقينا وحشين كده؟ ليه الصغير بطل يحترم الكبير؟ ليه الغني بطل يحس بالفقير؟ وانت يعني لما تستقوى على الضعيف ده ربنا مش هيبعت لك اللقوة منك اللي يقفلها في وشك ويرمي القفل كمان؟ الله يا منيرة، اختي بتقول حكم وضرر والله يا شباب. عنيفة قوي في الحق منيرة. عارفين انا نفسي في ايه؟ نفسي نفكر صح ونبدأ واحدة واحدة. يعني مثلا الاستوديو اللي كنا بنسجل فيه الاخير ده بتاع 10 هتشتريه منه يعني؟ وليه لا على فكرة؟ انا عرفت ان هو عايز ينقل مكان تاني ويسع وباجهزة جديدة، فانا ممكن اتكلم معاه لو راضي يديني المكان بتاعه بالاجهزة القديمة يبقى زي الفل، وهو نبدأ واحدة واحدة. يا ريت طبعا. والله فكرة. ناولني بس ناولني المايه لو سمحت. شكرا. خلي ناولني يا كيس مخلل. بص اكيد كده وصلت المهم يا عم، هات المليان يا ابني. بقول لك ايه، انا سلمى امبارح سالتني عليك. سالتك قالت لك ايه؟ السؤال عادي يعني، عامل ايه اخباره ايه؟ اوعى تكون جبت لها سيره موضوع الاستوديو او اي حاجه من هنا ورثتها. لا يا عم طبعا، انا مالي؟ دي حاجه انت عايز تقولها لها ولا لا؟ انت هو انت فعلا خلاص كده قطعت معاها؟ مش وقتك من ده يا اسامه، مش وقته. انت فعلا هتتجوز بنت عمك؟ يا اسامه مش وقته، لما نخلص بقى من القعده اللي احنا قاعدينها دي. مدام لبنى مساء الخير. مساء النور يا عم فتحي، خير في ايه؟ بص حضرتك انا ما بحبش اظلم حد، بس حضرتك اكدت عليا ان انا لو شفت اي حاجه ريحتها مش تمام بخصوص كريم اجي ابلغك على طول. هتقلقني ليه؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ هو كان واقف قدام الكشك وانا افتكرته ان هو واقف عشان يروح الدرس زي كل اسبوع. ايوه وبعدين؟ بعدين عدت عليه عربيه فيها شادي وعبد الله، ركب معاهم وما كانوش لوحديهم، كان في واحده ورا شكلها كده لا مؤاخذه يعني استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم ازاي يعني؟ يعني استغفر الله العظيم شكلها مش تمام. مش تمام؟ طب انا متشكره جدا يا عم فتحي. السلام عليكم. وعليكم السلام. Thank you.
ايه ده؟ ايه اللي بتعمله؟ اطفي الزفت ده. الاكل جاهز على السفره، اتفضلوا. مش فالحين الا في الراس. الو يا حنان، انا محتاجه كده ضروري قوي، محتاجه اشوفك. اهرب يا يوسف، اهرب، انفد بجلدك. اوعى تتجوز واحده انت ما بتحبهاش. طب والكلمه اللي اديتها لهم؟ طز طز. انت متخيل يعني ايه تتجوز واحده انت مش حاسس ناحيتها باي حاجه يا يوسف؟ انت متخيل هتصحى كل يوم تقنع نفسك انك هتتعود وبرضه مش هتتعود؟ مش هتتعود. ممكن نقول هتنحس، هتصدي مثلا، انما لا انت هتبقى مرتاح ولا هي مرتاحه. انتوا الاثنين هتبقوا في جهنم. جهنم يا يوسف. ايوه بس مروه، مروه غير وفاء. مروه بتحبني بجد وانا عارف كده كويس. ما حبها ده بقى هيزود على كل اللي قلته واحساسك بالذنب. هتلاقي نفسك كل يوم بتدور على عيوبها مهما كانت صغيره، تضخمها جدا بس عشان تغفر لنفسك ان انت بتكرهها وانك مش مرتاح معاها. تغفر لنفسك ان انت بتفكر في واحده تانيه بعيد عنها. بلاش يا يوسف، بص لي انا، اديني قدامك اهو، اتجوز ومخلف، ما عنديش بيت، عايش في فندق، كل يوم بلف في الشوارع، الست اللي انا متجوزها بتكلمني كل يوم وانا ما بردش عليها عشان تتفاوض معايا، والست اللي انا بحبها استني منها مكالمة واحدة عشان تقول لي انها اختارتني. عايز تبقى زي يا يوسف؟ لا لا، بس يا كمال انت مكبر الموضوع شوية. انا مش مكبر حاجة يا يوسف، وانت جاي لي هنا عشان تسمع الكلام اللي انا بقوله لك ده، عشان انت عارف ان انا بقول لك الكلام اللي حصل فعلا معايا. انت عارف ان انا واثق في كل كلمة انا بقولها. تعرف انا زي مين يا يوسف؟ انا زي اللي راح جهنم شاف كل حاجه هناك ورجع عشان يحكي هو شاف ايه. بلاش. انا وعمر اخوك، شوف ايه اللي حصل لما الفلوس جات لنا. انا اول ما جات لي الفلوس فكرت ان انا اخلص من مراتي. عمر اخوك بقى اول ما جات له الفلوس فكر ازاي يسعد مراته، يتبسط بالفلوس لانه بيحبها، بيحبها يا يوسف. بلاش، اتجوز اللي انت بتحبها يا يوسف. لو ما لقيتهاش ما تتجوزش من اصله. مالها جواز؟ هما يعني اللي اتجوزوا كانوا خدوا ايه؟ ايوه بس خلاص، يعني احنا هنروح انا وانت بكره لعمي. طب ومال؟ ما نروح، نروح ونطلب ايدها ونقرا الفاتحه وكل حاجه. ساعتها بقى هيبقى عندك العيب، هتبقى ما كسرتش كلمتك، وفي نفس الوقت الخطوبة دي معمولة عشان نشوف بعض، نشوف هنعرف نكمل ولا مش هنعرف. محدش بقى ساعتها هيلومك لما تفسخ خطوبتك بعد كام شهر. صح؟ صح. أنا جيت أتكلم معاكي عشان تزعق، وست زيي تقدري تحطي نفسك مكاني. طب حطي نفسك مكاني كده، هتعملي إيه؟ طب والله العظيم وحياة ربنا، بيجي عليا وقت ببقى عايزة أرمي نفسي من البلكونة
أو أولع في نفسي بجاز. أخوكي هيبقى مبسوط لو عملت كده. لو هحط نفسي مكانك أول حاجة هعملها أهدى أهدى خالص. الهارية والنكتة دي مش هيوصلوكي لأي حاجة. حاضر، هدوس على الزرار عشان أهدى. هو اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار. أنت قاعدة متستتة في بيت جوزك، لو عمرك بتكلميه في التليفون يقفل في وشك السكة، ولا بيجيلك يوم يقولك أنا هتجوز واحدة تانية. ها عايزة إيه؟ هتفضلي على ذمتي ولا إيه؟ يا بنتي حرام عليكي، حرام عليكي، ما تعمليش في نفسك كده. طب اطلبي عشان خاطري، اطلبي شوفي هيقول ايه. طب انا بس هرد عليه اقول له اذا كنت هقعد ولا همشي يعني. اطلبي يا حنان. طب خلاص انا هطلبه. الو، يعني بترد على التليفون والتليفون مش مقفول ولا حاجه؟ طب اسمع، أنا عايزة أقابلك النهاردة. قفل التليفون. أنتِ مش ممكن، أنتِ رهيبة، فعلاً رهيبة. أكتر واحدة في الدنيا أشوفها عدوة نفسها. أنا أكتر واحدة في الدنيا استحملها. أنا بنت ناس، ما يتعملش فيا كده. أقول لك مني لوحدي. مفيش حد ساندني ولا يقدر يقف في وشه، حتى اخويا اللي بره كل ما اكلمه يقول لي انت غلطانه. طبعا ما هو اللي مدبسني في الجوازه دي. قال لي صاحبي وابن حلال. بذمتك في واحد ابن حلال يعمل في مراته كده؟ انت عندك حق، عندك حق، مش هو اخويا بس غلطان. ما تضغطيش عليه، سيبيه سيبيه، هو هيجي لوحده. ما بيجيش بقاله شهور، ما بيلمسنيش، كانه بيعاقبني على حاجه انا ما عملتهاش. قلت يا بنتي ما تضغطيش عليه زي ما انتي بتقول، سيبيه هو هيجي. ما بيجيش.